اختصاص في علم الحديث. صحيح. القرضاوي نفسه أنا أعرفه شخصيا وعشت معه في قطر أياما، والتقينا معه في مجلس اللي بيسموه المجلس الأعلى في الجامعة الإسلامية مرارا وتكرارا، فهو يثق بعلمي ويعلم رسوخ قدمي فيه. مع ذلك الآن من أجل تسليك بعض الوقائع السيئة في العالم الإسلامي تجده يصحح ما هو ضعيف ويضعف كهذا الحديث ما هو صحيح. لذلك عيفة زي اللي بعضهم يجيب لك الحديث في صحيح مسلم صحيح، يقول لك يعني اتبع الأمير وإن أخذ مالك وضرب ظهره، وأتي أحيانا بأحاديث ضعيفة، فهذا كما قال الإمام الدارقطني حديث ضعيف ولم يرد عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه، لم يثبت عنه من وجه صحيح. أي ده حديث أجيد قدن مامي كهل دم حديث من قدتون تقريق وان كبس جيدون كسلاني دون فهدون دالي نرى دون سكيشي ما فيا منيقا دون سلاني يكونو مدخل ينكو من دون كنام ينغتشدو وطنكو إن دريب وإن دريب ذاهرك تان وإن دريب ذاهرك قسي دون سلاني دونون بيتا من غير بندي kanko ko namni noko am wonno hakkunde amir ko namni noko mi addani mom jonom yahum yom furturo bange goddo mi mi jodo mi heddo ma do jonom wiakam de nangam de min ko jahamme mun ko de yalla faabam de min ko gol mi ko de dum do de ko nangam bondo de ko nangam mi heddo dum do tawen non ko ardata bindi ko hadisel gotel o jogi ngel hadith on hadith ko hadith nyol wi dirasatu azhariya wa laysa dirasatu manhajiyya al kitab wa sunnah. وهو يفتي الناس بفتاوى تخالف الشريعة، وله فلسفة خطيرة جدا. إذا جاء الشيء محرما في الشرع يتخلص من التحريم بقوله ليس هناك نص قاطع في التحريم، ولذلك أباح الغناء وأباح لذاك الإنجليزي الذي كان أسلم وهو من كبار مغنين بريطانيين أن يظل في مهنته وأن يأكل من كسبه، وادعى القرضاوي بأنه ليس هناك نص قاطع في تحريم الغناء أو آلات الطرب. هذا خلاف إجماع علماء ضياع الوقت. أنا أقول الغناء يجوز أن يسمعه الإنسان بشروط ذكرتها في كتاب الحلال والحرام وفي كتاب فتاوى معاصرة وفي كتاب ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده وفي غيرها من الكتب، ذكرت أن هناك ضوابط معينة ل سماع إجازة سماع الغناء. وفي عصرنا لا يجوز الزكاة إلا بالقيمة، لا تصلح الزكاة إلا بالقيمة والعبرة بالمقاصد. هذا الشرع مش الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شغلنا جدًا جميلة تدل تودون جلنا لاد من صلى الله عليه وآله وسلم دنتلم دنتل شيخ يرو أبو سي حفظه الله تعالى ونشلنا من فوي كوبل ونجورا من بلتنا من نياغنا من الله مجرد لجميلة سبحانه وتعالى جنة بلد مجنة بطن يلا فين فين بس بجم من فوف yawen ngati yewtere ne pudjon hanki woni hollum silsila rudud pehru alko biter yusuf qarrawi o do ganda neddo bonnudo dine o ikhwanenka modu bonnudo gede kewde dine o jonono eden bada kashwe en jaltina woni hollum woni majjireji o wadi pour julbe yo dento badono yusuf qarrawi e badono makko ni hande non siksakala إن قد يهن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ومهالنا إن هرقون أولو جياد الله
hol gondo o do jiyad Allah sen jeewi hande hadith mo gaddin do hen ko hadith Hudhayfa en gaddi dum te ko buri hulbinade kadi ko rewbe makko be fof rewbe makko be wal hewbe ko rewbe makko be o do hadith gondo sahih muslim be o do hadith o sellani pour hollum pour e mbaa majjinde julbe be pour e mbaa hollirde woni yartude lamdo jullo ene dagi e mi o do hadith ko da'if o sellani parce que lum parce que cierno bi hadith o sellani cierno bi hadith o sellani kambe bi sellani al muhim dan cheikh al albani kettoden dum insha Allah ta'ala o wi kango hor makko o andi yusuf al qardawi o yeyi qatato poti ton kadi poti kadi e wa to jami'atul islamiyya mo gondo saoudiyo e poti e pototon sa isa fof joni kettoden cheikh al albani ko haali e hoddum e yusuf qardawi ويعلم رسوخ قدمي فيه مع ذلك الآن من أجل تسليك بعض الوقائع السيئة في العالم الإسلامي تجده يصحح ما هو ضعيف ويضعف كهذا الحديث ما هو صحيح يا الشيخ الألباني يبي فتي مكلاب كيودي وقطرته يهول دمير سعوديته ويكون ندم غندا lonowo hadisaaji celludi cellinowo gal hadisaaji cellani ay kanko dal ko neddo ganda majjudo siksakala sayo hen oro hadis ko sellani sayo omo yidi wonko yidi hen wonko won tiasagal gal yidi wadde hen o oro hadis mo sellani o mo selli so tay gal hadis mo ganda celludo wadani mo aran o hadis ko da'if ndo Cheikh Al-Albani wi o mo sellina ko nyawi o nyawno ko selli hadis ajnaade min sahal ajnaade min sallallahu alaihi wasallam so welam o sallan in nyawini bof hadanaade min sallallahu alaihi wasallam yabino ne amne sallallahu alaihi wasallam taw ko nyawini bof o wi en selli edum Cheikh Al-Albani haali e makko jonon preuve wonani inshallah ta'ala kettuden حيث زال بعضهم يجيب لك الحديث في صحيح مسلم صحيح يقول لك يعني اتبع الامير وان اخذ مالك وضرب ظهره واتي احيانا باحاديث ضعيفه فهذا كما قال الامام الدارقطني حديث ضعيف ولم يرد عن سيدنا حذيفه رضي الله عنه لم يثبت عنه من وجه صحيح حديث حذيفه رضي الله عنه ودو حديث كو تشلودو بيدو كين woni hollum gummida e nelaɗo min sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e kono noon ikhwanien ko ɓeɗen gandi ko yimɓe hawniɓe no fewi no fewi no fewi no fewi no fewi no fewi e ɗo hen oɗo hadis nelaɗo min sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi janganon ɗum inchallahu taala an hudayfata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yakunu ba'di a'imma لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جسمان إنس قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع صحيح مسلم حديث نيمورو 1847 حديث صحيح صحيح مسلم اتومورون اي نيمورو وني اوجينري تيمد جيتاري اي تشاباندي جيدي اي سيك ساكالا او وي اودو حديث او سلاني اي سيك ساكالا كو حديث شلودو نيلادو من صلى الله عليه وسلم او وي ما ار تشغالام لامبي بريزيدانجي لامبي رواجي على كل حال ارديبي ليدل وي بي بيويرتا بيوال مكو woni holdum be pewirta pewal nelaado min sallallahu alaihi wasallam be cunurta kadi sunna nelaado min sallallahu alaihi wasallam nelaado min sallallahu alaihi wasallam o yima umma mabbe worbe be ganduda jogi ko berde berde seydine gondi e balli yimbe Hudhayfa non hawa yi perdi lampe mon som tawam holdum bada mi mon lambe do habi ni be pewiran pewal ma jogi ko laicite jogi ko demokratie jogi ko goddum e goddum e goddum ala kulli hal be jogi ko majjere kam wona ko nelaado min sallallahu alaihi wasallam addi ko na dum be goddum be jogi إيه حذيفة لون بي كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك وإن أرمي سلام ستيم التوامة لام بابي هل نبدأ مي نرى من صلى الله عليه وسلم قال تسمع وتطيع للأمير يا رسول الله لا نرى أفضل أدو من
هنا يمين عليهم الجوف الله فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة شيء من جميل الجوف الله ما نتابع أفتراه إيوة نرى مثلا وإن ضرب ظهرك حيث إنه في كيجمة وأخذ مالك يتي جودي ما نرى مثلا في أمر فاسمع وأطيع نن أفتراه ويقول حديث سلاني أي جزاي دوكم جينو بيلتو دي لام سمجي دي يلتو دي لام بير اور حديث سلاني اي دي يو يو يي من بايلتو دي لام اي اونجي بوني جي مابي ايو جون دوم دو وون كو القرضاوي او بي دوم دو دوم سلاني اوماكي نلا دو من صلى الله عليه وسلم اي اونجي دوم شيخ الالباني وي كو اور حديث تشلود ساي ولاني ما انا حديثو كو لودو ساي نو ودي جامونو ها اور حديث ودي علان وي ها اور حديث نسلي اي دوم شيخ الالباني يوم سلينا حال نبي صلى الله عليه وسلم سي نسلي او نيوو دوم سي كان حديث مغاندا امه كان الله من صلى الله عليه وسلم كو نيوو او سيليندو ولي عز بالله يالا دندو ين هن يال دن جيجور نون اي وخان لو كوبلن واتساب دي ابراهيم باين اي وا احمد سو وني حال مكو ام حالا ام ويا او دو حديث وسلاني كتدن ابراهيم با ام حالا ام لون او دو حديث غاندا تشيلود نان صحيح مسلم جور بي دو كوس comme cheikh abou amine wiatni hadith jor bi do kos celu jor bi do kos nen o wi selagn parce que man suwi ni seli tan o hoyet e kam ko ngam ngand tan yalla yalla yim jelte lamb yim jelte lamb e dum nak tonya ngi burta do hen nedo mo nyaawiran mo rawani pewal ni laadum sallallahu alaihi wasallam mo sunna ni sunna laadum sallallahu alaihi wasallam etto kan sawrum kan jogi ni fe yimbe haali gam et kan kaisa jere kan jettudum ko haa jogi ni laadum sallallahu alaihi wasallam fasma wa adinan doftala joni ketten ibrahim ba insha allah taala kan ko ni ide hadisaaji di gaddan maami ko hollu dem hadis mo gaddaton o tigri gon ko besdi don ko sellani dum fo don galli noro dum so keeci mafiya mo ni ga dum sellani e kono madhal yan ko be don kanama yo gaccudum e ko tan ko in duriba wa in duriba za e onnani ibrahim ba wi wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk wa dum sellani ummaake nala do min sallallahu alaihi wasallam tenani sahih muslim nan ton hadith on ton andu fo mbi hadith on celli kono kanko mun ne wonno wadani mo arrange ay min o yi madhal yankobe ndey ko defta rande sunna nala do min sallallahu alaihi wasallam in jabi nyaal ni salam so haali hun min badi yakko sami'na wa ata'na minnani min doftim e kono kambe don wona non kambe kay so yusuf qarawi haali mbi aha sami'na minnani ha wa ata'na min doftim am yayi kon non sunnal min salasam haali so day hal ka walani ba anadi meddo hadis ay nyaradi min salasam to onani ibrahim ba kanyum horum bi o do hadis won hen ko sellani so fi keeci ma itti jawdi ma yow yaru yar yo adani dalilaji o holli den hadis o sellani wadata haali do firto ey dum do woni ikhwani dum do tay ikhwani ke jasi ikhwani dum tay jasi woni net yimbe jasbi allah jasni woni be do ikhwani ko woni rewbe sayyid qutb e hasnul banna e yusuf qardawin ko yimbe jasbi ibrahim ba o rohen jasik sakala den ketten almun mo ko mi haali ni mi lisan mi da du o jojim haydara la ko fami top erder haydara la ko fami o mo tan copier tan o kol tan mo addo mo addo sande isan neddo jurmi do woni o da ma so wallahi mo jurmi no feewi no feewi no feewi no feewi no feewi ketten ama so ketten raka tan wo in duriba zahraka gati um ne sallani wana wo in duriba zahraka wo in duriba zahruka aha wo in duriba zahruka e kontin seyfido o mo jalkita hadis nera mi sa o hadisel gotel o jigi hadisel nyolngel onnani onnani koy monde jew sabitaade hala nelaado min sallallahu alaihi wa sallam ana ala gandal ka humam binne ka kuma do e bindi ada jettaade yahada kuppo yaado kolyaade hetto ibrahima bayen ibe kala halu imbi hadis nera mi sallallahu alaihi wa sallam biya hadisel gotel bi jigi ay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ketude ketude mimi joro mi heddo ma do jono mo yakam de nangam de min ko jaame mun ko de yalla faabam de min ko ngol mi ko de tum do de ko nangam bon do de ko nangam mi heddo dum ga tawen on ko addata bin ko hadisel gotel o jogi ngel hadis on hadis ko hadis nyoldo ne hadisel gotel o jogi hadis o hadis nyoldo hadis ne laadum sallallahu alaihi wasallam omo 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 usa halani laadum sallallahu alaihi wasallam
بسم الله ما وانا بلا حديث الغور من جوجي بسم الله ما ار ار نيونو ار نيونو حديثو ار نيونو حديثو اونجي كوني اخوان نيانغي دول اخواني كوني سامباي ها بنغلا حال حال بنغلا ريسبي الله بنغلا ريسبي حال نراد من صلى الله عليه وسلم يو حديث تشلو صحيح مسلم اي ما رسوله بيا حديث نيول نجل ها انا لله وانا اليه راجع بلا حديث الغور من جوجي جون دوم لو جون وونتي ndo joni wonti woni hollum woni ko tidiani en ko be biyanno adan tidiani en ko so nanen kullu bid'atin dalal tambe dogat doga ndelo hadise gorel jogi don kullu bid'atin dalal dum ko jogi don e kullu bid'atin dalal wa kullu dalal fi nar aha ko yimo do biraj sa haali ngolu wodo hadise be doga jonn be do ikhwani en ko be odo hadise hulbini bi odo hadise hatta bidanade wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk odo hadise hadi bidanade ndegi so biyan bi hadise gorel jogi don ay onani ibrahim ba e ahmed so yow yalla feenal feeno hajun kontene yusuf al-qardawi hajun ketten cheikh al-albani yu hali e mokko ba en respecte hal allah hal nelaade min sallallahu alaihi wasallam mo respecte hal nelaade min sallallahu alaihi wasallam wa respecte hal allah wa ma yantiqu ani al-hawa in huwa illa wahyun yuha dimra allah subhanahu wa ta'ala win nelaade min sallallahu alaihi wasallam halata e belam fira ko halifa ko hollum ko hala allah ko hala allah نعم من سلام سلام كو هالي فوق وحي جميل جميل الله سبحانه وتعالى نعم سلام حال تاي بلام فتانمو اي دون هول سي في تبي حديث الغور نجي دون على سي في دون حال نلاد من صلى الله عليه وسلم فيتو حال الله هو سي في دوم وار في توبا نوت دا جميل الله سبحانه وتعالى حنا فوتلي جميل الله سبحانه وتعالى ون دانيا تشادل ياو كاتلين وني هولوم ياو هاجون شيخ الالباني كو هالي يوسف القرضاوي ويدراسته الازهريه وي شي او يوسف القرضاوي جانغي كو جانغ دي مونكو جانغ الازهريه وني هولتون وني يونيفرسيتي غوندو مصر غون ايجيبتو ادي غاندي كامي كو اشعري ينكوبي دي مونكو شيخ الالباني وي او جانغان جانغ ماكو كو يونيفرسيتي غوندو ايجيبتو كو كورونو جانغ كو دوم دوم جانغ ماكو وليس الدراسه منهجيه على الكتاب والسنه اي او جانغاني deftere ganda lawul alquran e sunna o jangani dum non ay comme no hasnul banna ni tan comme no hon wirno kadi e sheyt qutub ni tan kam fuk ni be yel dandi me bone mabbe wa huwa yufti an-nas fi fatawa tukhalif ash-shari'a o yo fatwa on uddi tan yimbe be fatwa ji ganda e di holbe de lundi deftere alla e lundi sunna nalado min sallallahu alaihi wasallam firti gon wada fatwa ji ganda e lundi deftere alla e lundi sunna nyalaade min sallallahu alaihi wasallam luni hal allah hal nyalaade min sallallahu alaihi wasallam tagi sheikh o wi wada fatwa ji ganda e di lundi woni hollum woni sharia jomiraado subhanahu wa ta'ala wallahu khalsafa khatira jiddan sheikh o yom jogi philosophie baddo khatir philosophie baddo dangereux kulbinido wado yusuf qardawi kambe dum do woni ko philosophie woni falsafa الشيء محرم في الشرع يتخلص من التحريم بقوله ليس هناك نص قاطع للتحريم. ويستهي هوند أري إن جميل الله سبحانه إن الحرم إن هوند القرآن السنة وعرو ودارو على نص وني هو المحاديث قرر تنم يقول جوفو المحالة هنو يقول الحرم وني بندي أقل مجد كوان يون ميزيك dengar mi mata Allah hali alquran walla la misal hali alquran wi dum do hen music ha in hen music wi harmi ko dum non dum non ko ni o wadi so yi dagru hunu ko Allah harmin yenen fo ne ngandi Allah alghina haramun min alkitab wassunna ha ne alquran sunna fuk Allah harmin dum Allah harmin dum alquran radi sallallahu alaihi wasallam harmin dum e hadisaji mum sayi sutu ay sutu luqman ay numero 6 ma tawtun hadi ayinan ton jomirado subhanahu wa ta'ala andube sahababe nelado min sallallahu alaihi wasallam be ngoni mi wallahi o do ay halal ko music nelado min sallallahu alaihi wasallam no foti hadisaji ngari o haare music akhiru zaman mayi me ndagnu sangara mayi me ndagnu harir woni soa mayi me ndagnu music mayi me ndagnu sangara ila akhiri hadisaji ngata ko do jasum Allah jasum daro o bi music ina tagge ay dum tag cheikh o wi o ma dagna ko Allah harmi sayi holko tagge o ma nas woni ay alquran arani hen music na harmi nelaade min sallallahu alaihi wasallam arani hali hadisi jofi hen music dum do ko music na harmi kono sik sakala en wodi e ko ja ko yigo jaasir mabbe tan wadi mi non wa lidhalika abaha al-ghina
ويدوم دغينون كانكو اور يوسف القرضاوي ودغني كويته ميزيكو ودغني كويته ميزيكو ما ينغري حال مكو ان شاء الله تعالى. واباح لذاك الانجليزي الذي كان اسلم وهو من كبار مغنيين بريطانيا وي ودغناني دوم وني اودون ديان انجلتر اور ميزيسيان مودو غون انجلتر ودغني دوم كويته ميزيكو ولي ياز بالله يو يوركو غان كو ميزيسيان مودو وون وون انجلي أن يظل في مهنته وأن يأكل من كسبه ودعا القرضاوي بأنه ليس هناك نص قاطع في تحريم الغناء أو آلات الطرب. يقول لك بيدن كوهن وفي على نص جراوة إن الله يدو ميزيك جوا في دو ميزيك وين هرمي أي كوني ويمجي بني أغلب كوني كوني بيال دندي مي بوني مابي جونا دو هنو تو دغنا ميزيك دو هنو وير ميزيك ندغي سو تاي دون شارت يي ندغي ميزيك هون حرم على شرط على هيتر كوكو حرم كوكو حرم على شرط على هيتر كرو يما ميزيك ندغي بشرط هيتو دن وي ميزيك ان ندغي ندو هيدو دوم او الانسان بي شروط وكتو وي شرط يي ويو حالي دوم اي هوندو كالا دوم ويو حالي ميزيك دي كتاب الحلال والحرام ونيكو دغي اكو حرمي كتاب معاصرة وفي الكتاب ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده وفي غيرها من الكتب ذكرت ان هناك ضوابط معينة لسماع اجازة سماع الغناء ويو حالي وني كون كوني شنغاي وان شرط غروي خلال ميزيك ان داغودون اي ولي عز بالله جونن كدي واري دو هن كدي اي هولم كدي بوني غودو خير مو ادي دو هن كدي كتلن ان شاء الله تعالى نغام حاجون دو غير غنا جلتو ن الاسلام سيك سكالا غير جلتو ن دو هولم الاسلام كتلن كتلن يوسف القرضاوي كو حاله زكاه الفطر كتلن وفي عصرنا لا يجوز الزكاه الا بالقيمه لا تصلح الزكاه الا بالقيمه والعبره بالمقاصد هذا الشرع مش وي جامونو مو غونن دو هنو يالتني زكاه الفطر كويته كاريس كو وي جالتني كاريس دغ زكاه الفطر كو نيامته وي دغتاكو يا الله حالي دم غال نرادو من صلى الله عليه وسلم وي كو الله اينالو كاليكو دغاكي وي سوي دغاكو الفطر نهار اي كيتولن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم في اللغو والرفث أو طعمة للمساكين أي طعمة طعاما للمساكين أي نلاد من صلى الله عليه وسلم وي ابن عباس وي فرض فرليا من هلم هل فرلو يمبي رسول الله صلى الله عليه وسلم نلاد من صلى الله عليه وسلم وي زكاة الفطر وني مد كورك وي طهرة للصائم وني هون قال ان لام ند هلم ند كور لام نم هلم اي غك غك جي وجن لور كورك وي من اللغو ها e o yum ko ngere nganda tan ko ino gede nganda ala kulli hal dum dum wudi mbadda lewru korkdi e dum non woni sa horki zakatul fitr ma ino hollum en labdan ma dum don neral mi sala o yi tu'matan lil masakin yani ta'aman lil masakin woni ko nyamate hollum pour miskinabe no futi hadisaaji ngari kunna nakhruj fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ha ta'aman sa'a min ta'am no fodi hadisaaji ga hadisaaji pop 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 kadi fodi ngari di kolir nyaar mi salaam farje min kon yen jaltin zakatul fitr hollum woni ko nyaamate kanko non suusde mo Allah suusde mo Allah o wi jewno ngon o wi dago taako wi ko dago taako la ya juz ya tanu Allah dagna hundi Allah farne min wi dagaaki yo ngare on takfiden ko be yo ngare bismillah won bismillah on takfiden ko bismillah won wana ko takfiden yagal tan bodon o wi ko Allah dagni ko ina harmi نتي تغار ايوا بسم الله من ايوا غاري ابراهيم با بسم الله ما
hay on dum tangalo ki wi wi de anta net an mu ngir net mu kal fo mi en ko kefer yo bismillah ko la hal yusuf qarta bi ko la yujuz mun ko wi kettuden ha be don kadi nante ha ngadon ko wi ko dum tigo wi la yujuz e o kettuden wa fi asrina la yujuz il zakah illa bil qima la tuslih wa wi asr ngonen wo jam ngonen do la yujuz zakatul fitr إلا بالقيمة سواءنا إكاديس وفي تقول يلتين الزكاة في تقول نعمة تقول مدقك لا يجوز كو الله كي دقنا كو الله حرمين كو نكانكو يسوس دمو الله يبنو مبني ديني أو داري وسوس يالو داري تلفزيون أو يهولو أو يدقو تا كو يلتين الزكاة في تقول جامعة سواءنا إكاديس في تقول نعمة دقو تا لك إخواني ينكو بفوف إنني رواني جاس دوغون دو نوا ديبو مو الله جاس او وي حال ابن باس حال بولي بودي حال ابن ماذا حال حسين كو بولي بودي وي بن داغنا وني هولدوم وني توتيل كاليس دي وون كو بي جيدي سو ليرو كورك اي مي داروي راديو تلفزيون غادي واتساب ودي دو جو جامن غول ييمبو سوغلن كو نيام كاليس يمي تشوغنان كو نيامته ونوكي كاساي بي دو بو فيلم بوسوج ماب اي نوي كاساي اومو تشغال ليدي اي بي دو فوي بوسوج ماب الله ماب سوس دي الله ben mo fone mi ndigo ndigo holum o do jassum Allah jass o do yusuf qarbari eh ikhwani en ko bonbe be Allah boni jass be Allah jass woni be den bonnube dine ko yahudi en ko be nasara en ko bonnani o do dine eh yahudi en ko nasara en ko bonnani o dine yahudi en ko sudari mo wi mo Allah winira ar hedo do he takdu yawmo ji sayib tan ci krafo sunni en ko sare en be trompete qala Allah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ibnu taymiyyah rahimahullahu ta'ala qala ibnu abbas ay cikago sunni ngob tawnon ala fu ko ummi sunahul sunah habde sunna do che al albani wi ha de ngona sunni hol limaza di anam yuharibun ahla sunna ko tam ngene kabe sunni ngob won ko be kabaro yeta andu bi sunni ngob ibnu sheikh aman al jamian sheikh ibnu sheikh rabi'an ibn indeji bondi mbi on kon jamian ngob on kon madkhali ngob jitt selam sunni ngob nyandu men jamma nyaw suri gudi dingir mabbe nyandu men bedo ngoni hollum bedo ngon yimbe jass be wite bo hollum e wa ikhwanun muflisin e on jide ko ni be may on ji ko ni be may donc bedo hen jarangal jotam ganna sa jotam gandal imajinte e on jodo hadith mo ibrahima ba e ahmad so hadith nera min sallallahu alaihi wasallam be bi sallani e hadith o sallani ko lodo pour hollum pour baawa hollum tabitin wonnu majiri di ngone domudi ba funtudi julbe woli yaz billah yalla dandimi e bonema yalla dandimi e bonema yalla dandimi e bonema e inshallah taala en kaddo en ha jango so Allah jabi inshallah taala ngarten kadi episode e jango numero 3 inshallah taala so ken cellal en dañi jotto Allah jabi baddum jango so Allah jabi inshallah taala fa halka fo ummi ko e jomirado subhanahu wa taala ko halka fo ko amin no shaytan wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka واتوب اليك